تعرضت للعنف الأسري من قبل بيي أنا وصغير، بيي ضربني، بيي حطمني، بيي هدلي ثقتي بنفسي، كيف فيك تساعديني؟ إجا هيدا الشخص لعندي عالعيادة، وكتير بيأسفني أكيد إنه العنف الأسري بعده لهلأ عم بصير، كان يصير وبعده لهلأ عم بصير. ليش بعده لهلأ عم بصير؟ لأنه ما في وعي. كتير مهم يا أهل إنه تعرفوا تربوا ولادكم، تعطوهم المحبة، تعطوهم السمع، تعطوهم الحنان، لأن مثل ما شفتوا حتى لو الشخص عمره 30 و40 بضل بعده عم يتأثر. هيدا الشاب حتى لو قاعد مع بيه هلأ ما بيقدر يحط عينه بعينه. بنفس الوقت علاقته مع مديره فيها كتير خوف، فيها كتير قلق، فيها كتير تشنج. فإذا كتير مهم العلاج النفسي، العلاج النفسي ضروري مشان نحن نتحرر من الماضي تبعنا ونتحرر من طفولتنا اللي هي بعدها لهلأ عم بتسيطر علينا بشكل سلبي. العلاج الإيحائي هو العلاج اللي أنا بنصح فيه بهيك وضع. ليش؟ لأنه بالعلاج الإيحائي في عنا التكنيك يلي اسمها الإيج ريجريشن، منرجع بالوقت لورا لهالأحداث يلي هي هدت الشخصية، حطمت الشخصية، وبهداك الوقت بوقت ما صارت الصدمة أو التروما منرجع منعمل إعادة برمجة للعقل الباطني ومنزرع فيه بذرة بذرة الصفات الإيجابية يلي نحن بحاجة لها لحاضر ناجح ولمستقبل في سلام وفي تحرر. Thank you.